إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة على درب تعزيز التعاون المشترك في مجال التكوين، حيث أنها ليست مجرد وثيقة رسمية بل هي تأكيد على التزامنا المشترك بالاستثمار في الكفاءات البشرية ورفع مستوى المعرفة والمهارات، بما يعزز مسيرة التنمية الفردية للعون العمومي. نحن على يقين بأن التكوين يمثل العمود الفقري لأي تطور اقتصادي واجتماعي، وأنه لا يمكن أن يتحقق التقدم دون تأهيل الكوادر البشرية وصقل المهارات، لا سيما في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات. السيد الوزير الحضور الكريم، إن المديرية العامة للجمارك تولي أهمية بالغة للتكوين، وهي اليوم تستند إلى رؤى مستقبلية وطموحات كبيرة، لا سيما في مجال رقمنة مصالحها وتحديث القطاع بصفة عامة، وهي تتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق نجاحات ملموسة تتماشى مع هذه الطموحات، التي من شأنها أن تعود بالنفع على الموظفين والمصالح على حد سواء، من خلال تأهيل وتحسين مستوى العنصر البشري وتطوير كفاءاته ومكتسباته لتمكينه من رفع التحديات الحالية والمستقبلية. أود في هذا المقام أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من ساهم في الوصول إلى تشييد هذا المسعى المشترك، وأخص بالذكر مصالح وإطارات وزارة التكوين والتعليم المهنيين الكرام على روح التعاون والإرادة الصادقة لتشييد هذه الاتفاقية. كما أود أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل التي سهرت على إعدادها من مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومصالح المديرية العامة للجمارك الممثلة بالمركز الوطني للتكوين الجمركي. إنني على ثقة بأن التعاون الذي تنص عليه بنود هذه الاتفاقية الذي نحن بصدد التوقيع عليها اليوم سيفتح آفاقا جديدة، وسيكون حجر الأساس لبناء شراكة مثمرة وواعدة للجميع، لا سيما ما تعلق منها من بنود تخص تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات والطرق البيداغوجية، التنسيق في تحسين وتحيين وتكييف البرامج البيداغوجية للتخصصات المدرسة في مؤسسات التكوين لكلا الطرفين، وتطوير كفاءات المكونين عبر دورات تكوين المكونين وتربصات تطبيقية في الوسط المهني وغيرها.